وأن شيخنا قطب العالم الشيخ محمد أبو بكر بن شيخ كنيماي قائم مسليار بن الشيخ محمد المشهور بكنيماي المسليار الذي حج مرتين ماشيا من مدور ومرقده الشريف في حجرة جنوب المحراب في المسجد الجامع المدور قدس الله أسرارهم وكلهم من العارفين ولد بأرض يقال لها مدور قريب كاليكوت من إقليم مليبار على مسافة 15 كيلومتر في شرق الشمال سنة 1348 من الهجرة النبوية 12 خلة من ربيع الأول الذي فيه ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فهو أشرف الأيام فضلا من ليلة القدر التي أنزل الله سورة القدر في فضائلها ومن علم قدر هذا اليوم فقد فاز بالإيمان كما قال معروف الكرخي رحمة الله عليه من هيأ لهذا اليوم طعاما وجمع إخوانا وأوقد سراجا ولبس جديدا وتعتر وتجمل تعظيما لمولده أشره الله تعالى في يوم القيامة مع الفرق الأولى من النبيين وكان في أعلى إليين وكان والده الشيخ كنيماي قائم سليار قدس الله سره العزيز عالما زاهدا وأجداده كذلك من الشهداء المدفونين بقرية فرنبت وكان فيها 44 شهيدا وكبيرهم محمد الشهيد المشهور وقبورهم تزار قدس الله أسرارهم من أفعنا بهم وتزوج والده عائشة الحاجة وكانت خير النساء في الزمان بعد وفاة زوجته الأولى يقال لها بيبي نور الله مرقدهما وكانت له 6 أولاد من عائشة المذكورة وثالثهم سلطان الأولياء شيخنا محمد أبو بكر المدبوري رحمه الله وظهرت منذ ولادته عجائب كثيرة وكان مولده في بيت كلب لابل ثم بدل إلى جتر ميتل ولما حملت أمه سافر أبوه للحج فرأى في المنام أنه سيولد لك ولي من الأولياء من هذا الحمل فسمه محمد أبو بكر فرجع من حجه ثم ذهب للوعظ فقال له واحد من العارفين قد كنت أبا لولي فسر سرورا كثيرا لتذكرة منامه في الحرم فرجع سريعا إلى البيت فوجده مولودا ثم ذهب إلى شيخه محمد أبي بكر النندادي رحمة الله عليه بالبشارة فقال له الشيخ سم ابنك باسمي فسماه محمد أبو بكر رضي الله عنهم كأنه الأمر في منامي رضي الله عن المدبوري رضي الله عن عين النوري رضي الله عن المدبوري رضي الله عن عين النوري رضي الله عن المدبوري رضي الله عن عين النوري إلهي مدد سيم يا إلهي غوث سيم يا إلهي نصر سيم كلنا عونا بعين يا إلهي مدد سيم يا إلهي غوث سيم يا إلهي نصر سيم كلنا عونا بعين يا إلهي مدد سيم يا إلهي غوث سيم يا إلهي نصر سيم كلنا عونا معين بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنازى للعنا وجاءنا كل الهلا بمدحنا سيم ولي
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الولي الأشهب هو الشفاء الأعجب فاشفنا أسقامنا بمدحنا سيم ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن في زمانه نحن من علمانه نجنا آفاتنا بمدحنا سيم ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولد في حاء وميم ثم شير ثم عين نقنا من حبنا بمدحنا سيم ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في ربيع الأول مولد خير المرسلين غفيرنا سمعوا ولي بفضل سي من البلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسوله من صالحين شهداء الكاملين فاغفر زلاتنا بحق سي من البلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخنا في منام بشرى من حرم استبشرى بقدوم هذا البلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله باسم محمد مع الصديق الأمجد وهو سير محمد شيخ ناسي ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فارغا للمولى به فاز فوز الباق به صرت شيخا قد روي أنت يا سيم ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عائشة الحاجة زوجته الثانية أمه صالحة والد سيم ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
يحيى الدين صاحبي نقشبند البدكلي قبره في لللي شيخ سي من البلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أزال شيخي في شوالي جمعة في يوم دال عمره حين الكمال يا تعاموح البعال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مولد في مغدبور نقل من بيت الأمير روضه أعلى المزار قطب عالمنا البلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أوصافه ما ينتهي عبانه لا ينبغي برحم بوصل كل حين بحب سي من البلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.